السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من تريفيا. من تقرير العصر الحديث ان كل سنه المجلات الماليه تطلع لنا قائمه كده باغنى 10 اشخاص في العالم، اغنى 100 شخص في العالم، اغنى ناس على ظهر الكوكب، وازاي عايشين وقد ايه مقدار ثرواتهم. ويقعدوا بقى يكلمونا عن المبالغ الخرافيه والارقام العظيمه وعن بيل جيتس وجيف بيزوس وثرواتهم قد ايه وعايشين ازاي وجابوها منين. لكن في التاريخ الاسلامي لافريقيا في احد اباطرة امبراطورية مالي هو اغنى رجل في التاريخ. وايوة، اولا في تاريخ كبير جدا للاسلام في افريقيا وفي امبراطوريات عظيمة جدا افريقية سمرة مسلمة. وايوة، افريقيا قبل عصر الاحتلال او الاستعمار الاوروبي كان فيها امبراطوريات ضخمة جدا وكبيرة جدا وقوية جدا، امبراطوريات افريقية سمراء، في منها بعضها مسلم وبعضها غير مسلم، بس كان في امبراطوريات وحضارات افريقية مبهرة جدا قبل الاستعمار الاوروبي. لكن عامة ده يبقى موضوع لفيديو تاني. كلامنا النهاردة بقى عن الحاج منسى موسى. منسى موسى حكم امبراطورية مالي في القرن ال14. موضع شهرته الرئيسي ان هو خد لقب اغنى رجل في التاريخ، وفي الغالب هو هيحافظ على اللقب ده لفترة كبيرة قدام. ايه هي بقى امبراطورية مالي دي؟ امبراطورية مالي هي امبراطورية افريقية اسلامية اتكونت في القرن ال13. بدأت بالانفصال عن مملكة الكونغو سنة 1230. المؤسس بتاعها اسمه ماندينكا سوندياتا كايتا. الراجل ده راح عامل اتحاد ما بين كده مجموعة من القبائل واستقلوا عن مملكة الكونغو. القبائل دي كان اغلبها متركزين في منطقة مالي، وراح مجمع القبائل دي كده مع بعضها وراح عاملين امبراطورية. الامبراطورية دي بقت هي اقوى امبراطورية في افريقيا السمراء كلها، لدرجة انها حتى تفوقت على مملكة اقدم منها واشهر منها كان اسمها مملكة غانا. تاريخ امبراطورية مالي عامة تاريخ جميل جدا ومهم جدا انك تبقى عارفه كجزء من تاريخك الاسلامي. لكن خلينا النهاردة نركز اكتر على رحلة الحاج منسى موسى اللي هو امبراطورية مالي دي، ورحلة الحج بتاعته من مالي الى مكة ذهابا وايابا عشان يقوم باداء فريضة الحج. الرحلة اللي تسجلت انها واحدة من اشهر الرحلات في العالم القديم، واللي عرفت العالم كله بيه وبمملكته واكسبته اللقب ده اغنى رجل في التاريخ. منسى موسى بطل القصة هو الحاكم العاشر لامبراطورية مالي، والامبراطورية دي في وقتها كانت بتضم دلوقتي اجزاء من دول افريقية كتيرة جدا، بدءا طبعا بمالي ذات نفسها، تشاد، النيجر، بوركينا فاسو، موريتانيا، غينيا، جامبيا، والسنغال، ونيجيريا. ودي كلها لحد النهارده ما زالت دول افريقيه مسلمه يسكنها اغلبيه مسلمه. الراجل ده اللي هو منسى موسى تولى الحكم سنه 1312. وعلى فكره الخليفه السابق ليه برضو ليه قصه مسليه جدا عن اكتشاف الافارقه السمر للامريكتين، هنبقى نحكيها في فيديو تاني ان شاء الله. زي ما قلنا كان هو الامبراطور رقم 10 في السلاله بتاعته. تولى الحكم على دوله هي الاكبر والاقوى في غرب افريقيا كلها، بتحكم مساحه ضخمة جدا من الارض، عدد رعايا كبير جدا من ثقافات مختلفة، فيها قدر ضخم جدا من الثروات الطبيعية، وبالذات اهم حاجة مناجم الذهب اللي كانت مالي غنية بها جدا، وهي دي اللي حطت الامبراطورية بتاعته او المملكة بتاعته في هذا القدر من الثراء، وهي دي اللي خلت ثروته هو الشخصية تبقى اكبر ثروة شخصية في التاريخ. في منتصف حكمه تقريبا سنة 1324 قرر الحاج منسى موسى ان هو يقوم برحلة حج الى مكة، منها ان هو يؤدي فريضة الحج المفروض عليه كحاكم مسلم. تاني حاجة والهدف المهم برضو بالنسبة له ان هو بقى يعرف العالم الاسلامي ان في منطقة منه في مملكة كبيرة جدا على حدود هذا العالم، اغلب المسلمين في قلب العالم الاسلامي ما كانوش يسمعوا عنها او كانوش يعرفوا عنها كتير، فكانت فرصة بالنسبة له يوضح لهم قد ايه ان ليكم اخوة في الاسلام في قلب افريقيا، هم كمان ليهم نفس الدين بتاعكم، بل هم كمان ليهم قدر كبير جدا من الثراء والتقدم والعظمة وانتوا ما تعرفوش عنهم كتير. فكانت القافلة اللي هو خرج فيها برجال حشيته بالجنود بتوعه بالخدم بالحشم بالجواري، كل ده كانت قافلة ضخمة جدا، يقال ان وصل عدد افرادها الى 60,000 الاف من الجنود والخدم والحشية، لدرجة انه بيقال ان عدد الجمال اللي كانت شايلة المؤن والاكل بتاعتهم تجاوز الالاف. وركز بقى في الرقم اللي جاي ده، عدد الجمال اللي كانت شايلة الذهب اللي هو شايله معاه، ودي اهم حاجة، وصل الى حوالي 80 جمل. 80 جمل حمولتهم كلها عبارة عن ذهب خام. تخيل بقى قافلة بالحجم ده بتتحرك من مالي جنوبا الى الجزائر شمالا، مرورا بليبيا، ثم الى مصر، ومن مصر هتتحرك بعد كده تروح الى مكة.
في مصر عدى أولا على الإسكندرية ومنها إلى القاهرة. القصص بقى اللي بتتقال على وجود منسى موسى في القاهرة قصص عجيبة جدا وغريبة جدا. بيقولوا إن من كثرة ما وزع من ذهب على هيئة هدايا وأعطيات من الذهب تسبب في حدوث تضخم في سوق الذهب في مصر وفي فقدان الذهب لقيمته لمدة 10 سنين. تخيل أما تبقى طالع رحلة من كتر ما توزع ذهب على التجار والفقراء والمحتاجين وكل الناس بقى معاها ذهب لدرجة إن تجار الذهب بقى يجوا يبيعوا الذهب مش لاقيين اللي يشتري منهم من كتر ما الكل بقى معاه ذهب. يقال برضو انه بنى العديد من المساجد والدور لإقامة الحاشية بتاعته والقافلة بتاعته دي طول مدة وجوده في القاهرة. ثم اخيرا تابع منسى موسى رحلته، خرج من القاهرة منها الى الحجاز حيث قام باداء فرائض الحج. ويقال برضو ان هو طول مسار رحلته وزع كمية كبيرة من الذهب لدرجة برضو ان هو ضرب سوق الذهب في الشرق الاوسط كله. من ضمن القصص اللطيفة اللي بتتقال على الموضوع ده ان هو وهو اثناء رحلته مرة تانية بعد ما قدم الناس الحج في الحجاز وراجع مرة تانية في نفس المسار على القاهرة، تجار الذهب راحوا اشتكوا له وقالوا له ان احنا حالنا واقف وتجارتنا كسطت بسبب الذهب اللي انت وزعته كتير جدا على الناس فمحدش جه يشتري مننا الذهب. فهنا الراجل يعمل ايه؟ خد منهم ذهب مرة تانية، خد منهم الذهب بتاعه مرة تانية بس باسعار مبالغ فيها، باسعار اكبر من قيمتها الحقيقية بكتير علشان من طيبة قلبه يعني يعوضهم عن الخسارة اللي هو تسبب لهم فيها. يعني مش عارف صراحة دي طيبة قلب ولا سفاهة وتوزيع لثروات الأفارقة الغلابة اللي قاعدين في مالي من مناجم الذهب بتاعتهم اللي قاعدة بتطلع قاعد بيوزع كده على الناس بلا حساب ولا عقاب. خلص منسى موسى الحج بتاعه ورجع من مكة والحجاز، رجع في نفس المسار بتاعه مرة تانية، رجع إلى مالي. الرحلة دي ذهابا وعيابا استمرت حوالي سنة. لكن خلي بالك هنا الرحلة دي ما كانتش حدث عادي نهائي أبدا. الرحلة دي بيقول كتير من المؤرخين إنها كانت واحدة من أهم أسباب الاستعمار الأوروبي لأفريقيا، لأن ببساطة التجار الأجانب اللي كانوا بيتاجروا مع مصر في اسكندريه وفي القاهره كانوا على طول موجودين، بالذات التجار الايطاليين كانوا على طول موجودين في المواني المصريه وفي مراكز التجاره في مصر. لما لقوا الراجل ده بثرواته الاستثنائيه وقاعد يوزع كده الذهب بلا حساب، رجعوا التجار دول مره تانية الى اوروبا وبداوا يحكوا بقى عن هذا الرجل الثري وهؤلاء القوم الصمر الاثرياء جدا اللي هم قابلوهم في الشرق الاوسط، اللي هم قابلوهم في اسواق مصر، وان مكانهم في مكان ما في غرب افريقيا، وان الناس دي يعني معاها ثروات رز كده بالهبل ما يتعدش. وبدا الخيال الاوروبي هنا يشتعل بقى بمقدار الثروات اللي موجوده مع الافارقه وان قد ايه احنا ممكن في يوم من الايام تبقى الثروات دي من حقنا احنا. وبالفعل ما عداش قرن واحد ومع بدايه عصر النهضه، خلي بالك ان الرحله بتاعت منسى كانت في القرن ال 14، يعني كان في نهايه العصور الوسطى وفي نهايه تخلف الاوروبيين. بعدها بقرن واحد بس في القرن ال 15 مع بدايه عصر النهضه ومع بدايه عصر الكشوف الجغرافيه بالذات بتاعه البرتغال، بدا البرتغاليين ان هم يدوروا في احتلال ساحل غرب افريقيا. كل ده الباعث الرئيسي بتاعه كان انهم يدوروا على سبل او طرق تجاريه غير الطرق التجاريه اللي كانت بتعدي مع مصر مع في سكه المماليك او في طريق المماليك. وكمان كان من ضمن البواعث دي ان هم يدوروا على الرجل الغني ده والمملكه بتاعته اللي مليانه ذهب وثروات لا تعد ولا تحصى، لدرجه انك لو عملت سيرش دلوقتي عن منسى موسى على جوجل من اول نتائج البحث اللي هتطلع لك صورته هو ماسك بيضه ذهبيه كده وماسك صولجان ذهبي. الصوره دي قديمه جدا في اطلس من ادم الاطالس الاوروبيه اللي اتعمل في بدايات عصر النهضه ونهايه العصور الوسطى، اسمه اطلس كاتالان، ده اترسم سنه 1375. هو ده تصورهم وهو ده تخيلهم عن افريقيا، ملوك افارقه سمر ماسكين ذهب ومعاهم ذهب بلا عد. فالراجل حرفيا حط مملكته على الخريطه، سواء بالنسبه للعالم الاسلامي اللي في رحله الحج دي، سواء من مرور على الدول الاسلاميه العربيه زي الجزائر وليبيا ومصر، او حتى وصوله للحجاز واختلاطه بالمسلمين اللي كانوا جايين من كل منطقه في العالم، بداوا يعرفوا ويدركوا وشافوا مدى ثراء هؤلاء القوم الافارقه السمر وان معاهم ذهب كتير ومعاهم ثروات كتير. فجزء كبير جدا من العالم الاسلامي رجع الحجاج يحكوا لاهلهم عن الناس الاغنياء دول اللي معاهم ثروات وقوه وعظمه وابهه كبيره جدا. وكمان الاوروبيين بداوا هم كمان يلتفتوا وينتبهوا الى ان الدول الافريقيه بالذات اللي في غرب افريقيا دي عندها ثروات كبيره جدا، ممكن ان احنا نتغلب عليهم وناخد الثروات بتاعتهم دي.